تعرفتوا علي جوات الكادر، اليوم حتتعرفوا علي برات الكادر. انا راد الخزن. اول شيء بعمله بالنهار قبل الاكل، قبل القهوه، قبل حي الله شيء، نمشي الاستاذ ونلعبه. This is my baby boy Max. فنجان قهوة ضروري للكل. بقعد على هاي الكرسي بعمل صبحيتي، هذا المكتب تبعي يعني بيسكلي. وانت استاذ كيف بتحب تشربها؟ Growing up كنت اعمل دائما كونسرات بيني وبين حالي مع ركبت التنس. و91 يمكن كنت بأول سنة بالجامعة، كان في جيتار بالبيت and I picked it up. بعد شي سنة ونص بلشت ألعب ببيروت. And one night in 95 حدا فات على محل ما كنت عم بلعب وقال لي أنه هو بساعدني تقدر أقدم على جامعة مناسبة بأمريكا. و96 طبيت أغراضي وفليت على بوسطن. And بال2009 رجعت لهون، كنت mainly focused on producing bands. وهيديك السنة رجعت لقلتي وسجلت أول ألبوم لقلي بمارتش. هيدي غني لقلك. لا فينا نحكي عن راس بيروت ولا عن السهر براس بيروت ولا عن الموسيقى براس بيروت بقى ما نقطع على البلونوت. بعتقد حدا لاعب بالسين ببيروت منو لاعب بالبلونوت وقاطع عليه. هيدا الزروب هلا بتقص من هون هيك، حنأكدكم زروبين ثلاثة بنصير بنص الشارع الحمراء. إذا عم بالك تحكي شي كلمتين مع شي حدا بريفي فيك تحكيهم هون. كنت اجي مع الوالد لهون وبعدين كنت اجي لحالي in my early teens. بعدين I left بعد 14 سنة رجعت لقيته بعده. So it was really nice. أنا ربيان براس بيروت هون وقت الحرب. So basically كل حياتنا كانت هالشوارع. غير محل الفول اللي هون في السينما خيامة اللي فيها كتير ذكريات. ايه انه يكون في الافلام الهندية اللي تنعرض بس كان في افلام ريتد ار هون بتنعرض. فول، حمص، فتة، بيض كتير طيب. تفضل. شغلي من الاشياء الاساسية اللي عملتها بلبنان وقت ما رجعت هو producing young talented bands. واحدة من هول البانز كانت طنجرة الضغط للشباب هلا وراي. It's been a great pleasure working with these guys. انه هيك بنشتغل نحن هون هيك بكون انا بنص الشغل ومحمس وفجأة راحت الكهرباء. شوف شو بدك تساوي. وهلا بكون باي لانه عندنا شغل بدنا نشتغل. Dare to dream. Once you dream, dream really big. Work super hard for your dream. Never believe the hype. And always kill the white noise so you can stay focused on what you want. You do that, you're good.